يمشيكم. يتصرف هو بقى، هنعمل ايه يعني؟ حط ميه من جنبك. مفيش ميه جنبي يا فهمي. شوفها ورا كده في الشنطه. يا شاب انا هنا. جرى ايه يا ابني انت وهو؟ بتسيبوني وتمشوا؟ وبعدين مش عمال اتنيل وانا سايقكوا؟ وانا اللي سايق؟ ما انا عارف انك مش متنيل سايق. انا بكلم فهمي. طب تعالى نزلني. تعالى انت نزلني يا عم. صباح الفل يا باشا. كام كام كام. على فكره انا ابن خاله احمد باشا عزمي بتاع اسم العجوزه. هو معايا على التليفون وعايز يكلم حضرتك. عم نميت نميت نميت. كلمه بس وهيقول لك. انا نميت على سكول. عزمي. كام 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 كام. ظابط غتت مش عايز يتكلم. انا واقف فين بالظبط؟ انا في المانيا يا عزمي. عايز يسجد وما يكلمك بس على التليفون. يا باشا انا ابن ناس والله. يا كام. يبقى لك ليه انا تعالى دفتر بحر. ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي وحدة المرور؟ هتطلع لي ثلاث نسخ من الصورة دي وتصور لي منها. انت نسيت تصور الرخصة وتجيب لي الملف، محتاجة منك شهادة بطنة وشهادة نسل. هتطلع الدور التاني تستلم اللي على الشمال، تجيب لي شهادة المخالفات وتجيب لي على طول. واقف تطلع الكازنة تدفع الغرامات والتأمينات وكل الحاجات دي، وبعدين ترجع لي تاني عشان الدفع خلص. كم 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 كم. بس الاطوال عندكم يا باشا اللهم صل على النبي فوق خالص. السقه عندنا قد كده وعامل 30 دور ظابط. يا رب بقول لك اوسع. اما يسمعها ما يسمع دور. مش ويش بس يا باشا. مش ويش. كم كم كم. جاي مش ويش يا باشا. انتوا ايه ثوره مش ثوره؟ ما تتغيروش. ربعين ايه الخمن؟ That's it. Alles gut, mein Freund. Alles gut. Alles gut. Okay? Alles gut. قبل ما تاخد عربيتك محتاج رخصتك والبطاقه واي اوراق معاك. لا انا على الله يا باشا الصراحه معيش حاجه. نازل مالطا يعني. لو معكش حاجه مش هينفع اديك العربيه عشان انت ما معكش اي حاجه. انا معايا كارت الاوتيل. اوه السلام عليكم. اقسم لك يا باشا ان انا مش شحات، انا ايجيبشن وتايه في البلد دي. تروحني وتاخد 50 يورو ثانيه بقى. هيفهمني ازاي ده؟ طب معلش يا باشا انزل. Erstmal mit den theoretischen Ausführungen und der Herr Cem kommt jetzt mal. So, nachdem wir nun alles erklärt haben, wollen wir das selber mal ausprobieren. Herr Cem, kommen Sie mal bitte her. Sie fangen als Erster an. Du, ja? Anna? Du, ja. Ich meine, wir kommen alle. Komm her. So, jetzt müssen wir den Kopf überstrecken. Dann müssen wir in den Mund reingucken. Und wenn der Brustkorb sich nicht hebt, dann müssen wir ihn beatmen. Kann ich mich so dumm verkürzt an der Luft. Halten wir die Nase zu und küssen ihn. Nee, atmen, da, ey, da. Lass mich nicht verneinen, alle Kinder. Du bist krank. Nein, 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 da, du verstehst mich falsch, gerade. Auf Fikre. Ich will eine Frau, die mir den Test macht. قبل ما نفتح المحضر يعني ممكن اسال حضرتك شويه اسئله بس من باب الاستفسار يعني. بس احنا هنكلم الاوتيل بس نجيب بيانات البطاقه بتاعتك. مفيش مشكله يا باشا. انا عارف ان انت هنا اللي بتختبر الناس كلها وانت اللي بتسال بس انا اللي هختبرك النهارده. اسالني يا باشا. عايزك تشرح لي الخطوات المتبعه عندكم لو واحد عايز يطلع رخصه. اول حاجه لازم تروح الجهه المختصه وتقدم ان انت عايز تعمل رخصه. وبعد كده لازم تعمل امتحان نظر وتعمل صوره. واهم حاجه عملناها النهارده هو الفيرست ايد كورس. في حد بينجح عندكم؟ هل لو قايلت وانت سايق دي بتعتبر مخالفه؟ مرتبك بيكفيك ولا بتضطر تفتح الدرج؟ صوره الرئيس بتاعك ليه مش متعلقه على الحيطه؟ احنا خسرنا الحرب في 45 ومن ساعتها ما بنعلقش صور الرئيس عندنا. موضوع ان انت جايب 50% في ثانويه عامه، هل بيخليك عندك نقص وعايز تتنطط على خلق الله؟ عرفت منين ان انا واخد 50% بس؟ لا عيب عليك يا باشا، احنا قدام في الموضوع ده. طب هل التباع بتاعك من اهم مميزاته ان هو يكون بيرول وانت سايق؟ انا ما بسموكش، لكن لو هو عايز يرول لنفسه براحته يعني، دي حاجه بتاعته. الحوادث عندكم في المانيا بتزيد ولا بتقل؟ بيفتروا دايما طول الوقت. رغم القوانين الصارمه جدا اللي انتوا حاطينها انما هي بتزيد. للاسف اه. هل طول المسافه اللي هتسوقها
بتفرق في كميه الترامادول اللي بتضربه؟ انا واخد واحد قال كتوفان دلوقتي. تامول ترامادول. انت لسه زعلان من ريهام سعيد؟ ماذا؟ لا مش موضوع مزه، بس هي كانت مبهدله بتوع النقل. بطل بقالي شهر. نزل القرار بطلنا خالص حشيش. بس العسكري بتاعك الصبح بيوصل لعيال المدرسه بالبوكس؟ بتحصل، بس هم منعوها دلوقتي. حاجات البوليس ما ينفعش يستخدمها غير للبوليس، ما ينفعش يستخدمها للعيله. ال10 يورو بتمثل لك ايه؟ هل سواقين الميكروباص هنا برضه ما بيتنادلهمش غير باسم امهم؟ باسم العيلة. باسم العيلة. دي حاجة محترمة جدا. هل كل أعضائك لازم تبقى موجودة عشان تطلع رخصة؟ ازاي كده ازاي؟ أعمل إيه؟ أكل عيش. أطلع رخصة أزود رعاية كده. طب أنت شريك في مكنة التصوير اللي بره؟ هل ليك دلالة على مهندس الفحص ولا الأمين صلاح بيخلص لك كل حاجة؟ بتقلق من المرسيدس السودا والنمر الخطر؟ بغمز عليك. باشا معدي ولا بتاع؟ لو واحد جاي لك يطلع رخصة وشكله ما عجبكش، بتوقف له الموضوع ازاي؟ هدي لواحد زميلي. مدام أمان ها؟ شباك أربعة لهناك. هل عليك إقساط؟ يعني أصلاً لسه ما نفعتش تمنه كله. بتاخدوا امتيازات هنا زي عندنا في مصر، مستشفى قوات مسلحة ومستشفى الشرطة ونادي الرماية وكده يعني، وعربية لادة وكده. هل أشهر الحوادث عندكم هنا غرز تريلات ولا في حوادث عادية؟ العربية دي بجد ولا ترانسفورمرز؟ لادي زوزي بنتي الجديدة. وزير الداخلية عندكم هو معدي، بتقفلوا إشارة شارع لبنان برضه؟ الخزنة بتقفل الساعة كام؟ 24 ساعة يا معلم. هل عمرك رجعت من الشباك وانت سايق ونزلت على عربية ملاكي؟ متوازهين انت وصحابك، ممكن تفرشوا قماعة وتعملوا لجنة وتتسلوا على خلق الله؟ طبعا الشرطة ب 4 جنيه هنا برضو؟ هل القانون عندكم برضو انك لو شايل حاجة طويلة بتحط نص جيركن احمر ورا؟ هل الفاميه هنا معناه ان الشاب ده شائط؟ بتحرقوا كام دفتر مخالفات في اليوم؟ ليك نسبة على المخالفات دي؟ هل كاتب اسمك من ورا العربية بالكامل ولا مكتفي بأبو دنيا؟ بتمضي الساعة 10 الصبح وتروح برضو؟ طب هل انت بتعدي مزلقان القطر اجتهادي؟ نفسيا كده ما بتحسش انك اقل من ضابط المباحث؟ انت متأكد ان ده المرور؟ ينفع اجيب اصحابي ونخرج بالليل هنا؟ تدفع كام؟ عربيتك لو فانوسها مشبر او اكسدامها واقع او واخدة خبطة بيدققوا قوي يعني في الحاجات دي في الفحص. الشاي بتاع الرخصة كام؟ بتقعد اكتر من ساعتين في الشغل؟ وانت بتفطر الصبح ما بتفتحش الراديو وتسمع العميد ايمن الضبع عشان تعرف اذا كان في شبورة مائية على الدائري؟ والله يا باشا انت راجل زي العسل، وانا اتعشم يعني انك تمشيها بالحب. ما تتكلمش في التليفون وتلبس الحزام، ممكن تروح وتاخد العربية. اقسم بالله ما يحصل تاني. تعيش يا باشا وان شاء الله نشوفك لو يا باشا، ربنا يبارك لك يا رب. السلام عليكم. شكرا يا مريم. اوكي. ما ينفعش تمشي يا حبيبي، احنا لسه عندنا امتحانات الاشارات. كان يوم اسود يوم ما فكرت اطلع رخصة.